مشاهدينا ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ولسه مكملين في برنامج سوبر كيدز ومعانا فقرات الأطفال. هتبدأ ببنوتة عندها 14 سنة. هدى بكلمك، هي طبعا خايفة يا جماعة. الأول عرفيني على نفسك، اسمك وسنك. أنا اسمي هدى حسام شلبي، عندي تمت ال 14 ماشي في ال 15 سنة. اه طيب هدى، عاوزة أعرف أنت موهبتك إيه؟ الغناء. انا طبعا سمعت صوتك وهو هايل طبعا. الله، عاوزه اعرف مين يعني بتحبي مين من اللي بيغنوا، مين مثلك الاعلى؟ الفنانة أصالة وشيرين عبد الوهاب اصاله وعمرو دياب. وشيرين. اخترتي اتنين اقوى من بعض. اه طيب انت تسمعينا ايه النهارده؟ اغنية نقابل الناس من فرق الناس دي للفنانة ياسمين علي. طيب نسمع بقى. ماشي. دون المايك، دون المايك يا جماعه. يلا نقابل ناس، نفارق ناس، صدق وماشية الحياة عادي، حال الدنيا بيتغير ما بين الثانية والتانية، هنعمل ايه؟ وده جرح وده مجروح وده عايش على الماضي، وأحوالنا دي بتحير والهون رضا تحللنا بنزعل ليه؟ ومين الدنيا دايما له محدش ضامن الايام، يا بخت اللي رضي في حاله وفرق بين حلال وحرام، سؤال واجابته عرفنا في يوم ما نسيبها واخدين ايه، مادام سايبنا سايبنا هنتضايق ونزعل ليه؟ دقيقة بص كده حواليك هتلقى شمس بتنور، وبعديها في عز القمر سبحانه منصور منور ليك، تملي الأمل موجود قريب للي شايفينه، هتتفائل هتضحك لك في غمضة عين هتلقى الدنيا ملك ايديك، حياتنا ساعات بنرسمها وبنجملها بالألوان، في لون نختاره يكتمها ولون يدي لحياتنا اوان، همومك بكره هتعدي مفيش حاجه ما بتعديش، حياه عايزك تكون عنادي وكل ما نقوى فيها نعيش، نقابل ناس نفارق ناس وماشيه الحياه عادي، حال الدنيا بيتغير ما بين الثانيه والتانيه هنعمل ايه؟ برافو. طبعا يا جماعة هي كانت خايفة جدا قبل الهوا، صح كده؟ بس انا اتفاجئت وانت بتغني في حد تاني، يعني برافو عليكي. بتمنى لك طبعا التوفيق. عاوزة تقولي اي حاجة؟ طبعا اتفضلي. بصراحة انا اوجه الشكر كله بصراحة لخالته وماما وناس كتيرة بصراحة، بس مش يعني الوقت مش هيكفي ان انا اقول لهم كلهم شكرا، بس هي خالته وماما وبابا بصراحة ربنا يخليهم يا رب. ربنا يخليهم لك يا رب يا حبيبتي. طبعا بشكرك وبتمنى لك التوفيق. طبعا بما انك لسه معانا اول حلقة فلسه لينا حلقات كتيرة مع بعض ان شاء الله. مشاهدينا انتظرونا بعد الفاصل وفقرة جديدة من فقرات الاطفال. مشاهدينا ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، لسه مكملين في فقرات الاطفال. معانا نرمين عماد الدين، ومعانا تيا. طبعا هنبدا بنرمين ونرجع لتيا تاني. ماشي تيا؟ عشان انا عارفه ان انت زعلانه. نرمين نمسك بقى المايك. طيب عرفيني الاول، قولي لي عرفينا بنفسك، اسمك وسنك. اسمي نرمين عماد وسني 13 سنه. نرمين عماد و13 سنه، جايه لنا منين بقى؟ من شنشور، من محافظه المنوفيه، صح كده؟ طيب يا نرمين، انا عرفت ان انت بطله كونغ فو، صح؟ وكمان بتلعبي جمباز. طيب عرفيني بقى البطوله اللي معاكي ايه، ولا ما تعرفيش؟ لا مش عارفه. محافظه، بطوله محافظه. طب انت بتلعبي بقالك قد ايه اصلا؟ سنتين. بتلعبي ايه بالظبط بقالك سنتين؟ الاثنين. بتلعبي الاثنين مع بعض، ما تحسيش بتعب ولا اي ارهاق عليكي، ولا انت بتحبي الرياضه عامه؟ بحب الرياضه. طيب انت قلتي ان انت هتورينا حاجه النهارده، هتوريني ايه بقى؟ قولي لي في المايك الاول. جمباز. جمباز وبعدين كونغ فو. طب ماشي، ممكن سريعا بقى. احنا معانا ميدالية كمان. حسبي انا في طريقك. برافو. انا عايزاكي بقى وانتي بتعملي لا كملي كملي، تقولي ده ايه ده؟ كونغ فو صح؟ لا جمباز. جمباز.
انت كده بتعملي تمارين صح ولا ايه؟ اه خدي بالك. برافو عليكي كده، احنا دخلنا كونغ فو صح؟ تمام. انت بس جايب ظهرك، لو نبص بقى للكاميرا انت واخده بطولة الكونغ فو من قد ايه بقى؟ بقالي سنة. بقالك سنة؟ برافو عليكي. نرميني، انت قلتي انت عندك كام سنة؟ 13. كملي. بشكرك جدا جدا جدا، انا عارفه ان انت تعبتي. ناخد بقى طبعا، اتمنى اشوفك طبعا قريب بطل الجمهوريه ان شاء الله، ولازم تبلغيني طبعا، تعرفيني وتكوني معايا تاني. طبعا انا بشكرك زي القمر، جميل، ممكن نقعد مكاننا. طبعا انا بشكرك وبشكر صلاح اخوكي، نعمل لنا الفوتو سيشن للاطفال. وان شاء الله تكوني معايا في حلقه تانية. ندي بقى المايك لتيا، حاسه ان انتي بتتكلميش خالص. عرفيني بنفسك بقى، يعني انتي معاكي المايك اهو، اتكلمي. انتي عامله قلق من ساعه ما جيتي. قولي اسمك ايه الاول؟ اسمي تيا احمد الهواري باشا. اسمي كامل. طيب وعندك كام سنه؟ 4 سنين. انا اللي بقولك. طيب يا تيا قوليلي، انتي بتحبي تسمعي مين بقى من اللي بيغنوا، او مين من اللي بيمثلوا؟ بتحبي مين؟ تتفرجي على مين؟ تامر حسني يعني. طب انتي عامله لنا شوز تعرضي عليها صح؟ طب ايه رايك نبدا؟ سيب المايك، الميوزك هتشتغل، نقوم بقى نقف هنا، هنا بقى، هنا هنا قدام نرمين، نبص للكاميرا بقى، نبص للكاميرا. لا تعالي هنا، تعالي اقفي هنا، اقفي هنا، هنا في النص، هنا قربي، تعالي تعالي ما تخافيش. ايوه كده، بصي للكاميرا بقى اللي هناك دي. يلا يلا، الميوزك هتشتغل دلوقتي، المهم نكون جاهزين صح. كل الهم عليك فضلك، لو ليك اي شكوى ما تشتكيش واسمع نصايحي، ولو الدنيا مغلباك ومشديلك واخداك غسيل ومكوى، البس لها الوش الفرايحي. وان كنت مفلس خالص خالص ومحلتكش جنيه، قول عالجزمة الباتة اللي انت لابسها انها سنيه، مثل عالدنيا في عز الفقر ان انت سعدت البيت، ما تخليش حد يقولك شايل طاجن ستك ليه. وان كنت مفلس خالص خالص ومحلتكش جنيه، قول عالجزمة الباتة اللي انت لابسها انها سنيه، مثل عالدنيا في عز الفقر ان انت سعدت البيت، ما تخليش حد يقولك شايل طاجن ستك ليه. عيش بشوقك ودماغك تملاها على ذوقك، وبشوقك عيش بشوقك ودماغك تملاها على ذوقك، بشوقك عيش بشوقك ودماغك تملاها على ذوقك، وبشوقك عيش بشوقك وساعد بالفوق راسك اديها انت كمان تسقيف، وانشاف كده وصلت طولك ما تبينش ان انت ضعيف، ما تاكلش الجبنه البيضه لو كان نفسك في البلوبيف، واصرف كل اللي في جيبك دلع نفسك عيش صريف. احساسك قالك حاجه امشي ورا احساسك صادق، ده السكر لون الملح واحد حلو وواحد حادق، راحت البال اللي بجد ليها اصول ليها مبادئ، لو ساكن فوق السطح اعتبره سويت في احلى فنادق. سوقك.
برافو يا هدية، برافو، ايه القمر ده؟ نقعد مكاننا بقى. طبعا انتي شطوره ان انتي كمان عملتي اديتي الشو كويس وانتي لسه عندك 4 سنين وكده. ماما هتوديكي زي ما قالت لك، زي ما اتفقنا، بس مش هنقول فين بقى. صح؟ عاوزه تقولي حاجه لماما؟ مش عاوزه تقوليها ان انتي بتحبيها قوي؟ قولي لها، يلا قولي لها، يلا يا مامي انا بحبك قوي. قولي بحبك يا مامي قوي. برافو عليكم، شطار، نورتوني النهارده. ان شاء الله هستناكم في حلقات جايه كتير. مشاهدينا انتظرونا بعد الفاصل وفقره جديده من فقرات الاطفال. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، لسه مكملين في فقرات سوبر كيدز المميزه. طبعا معانا، انا مش محتاجه اعرفكم على اللي موجودين معايا النهارده واللي هيكونوا موجودين بعد كده، معايا ابطال او فراعنه سوبر كيدز. طبعا عملوا سيشن يعني هيبهدل الدنيا، هيكسر الدنيا، لسه ما نزلش. معايا النهارده شذا، كنزي، جمانة، عمرو، كارما. نبدا طبعا بالكبيره اللي فينا، جمانة. الاول قولي عامله ايه؟ الحمد لله تمام. طبعا احنا جايين النهارده وقلنا اتفقنا كلنا ان احنا مش هنقدم حاجه زي كل حلقه، وقلنا هنتكلم بقى عن عملنا ايه في تاريخ نفسه سوبر كيدز. فنبدا بقى بجمانة الاول. عرفي المشاهدين بيكي اللي بيشوفونا لاول مره. اوكي، انا جمانة السخاوي، عندي 13 سنه، بقالي في البرنامج 3 مواسم، وده يعتبر يعني ده اول الموسم الرابع، وبقالي 32 حلقه، يعتبر كده كامل كله سنتين بالظبط. برافو عليكي. عرفيني بقى يا جمانة، انت قلتي ان انت عايزه تعرفي المشاهدين انت اتعلمتي ايه في سوبر كيدز، او ايه اللي اكتسبتيه من سوبر كيدز. يعني انت كنت مجهزه تقولي بس اتفاجئت ان انت بتقولي لا اساليني، فسالتك اتفضلي. انا اتعلمت حاجات كتير من البرنامج، اولهم ثقتي في نفسي، لان انا مبقتش خايف من الكاميرا ولا من الجمهور اللي قدامي. تاني حاجة ان انا القراءة، لان انا لما كنت اقول اي موضوع كان لازم اقرأ عنه كتير جدا. يعني كنت بتقدمي فقرة مذيع بالظبط كده. وزي مثلا التنمر، اتعلمت ازاي اقدر اواجه التنمر، واتكلمت عن انتصار 6 اكتوبر العظيم وعيد الام والشائعات والمولد النبوي ومواضيع تانية كتير. ومثلت وغنيت في حفلات خاصة للبرنامج، وبلقي شعر في المدرسة. كل الحاجات دي ادتني ثقه في نفسي رهيبه. كملي. وطبعا بقيت كل حلقه ببقى احسن من اللي قبلها بكتير. بقيت لما اغني يعني ما بقتش خايفه خالص من الناس اللي قدامي، بقى عندنا ثقه في نفسنا. بالظبط كده. انا عرفت ان انت عاوزه تشكري ماما. اول حاجه طبعا كل ده بفضل ماما وجدتي ورشا وفريق البرنامج كله، بشكركم كلكم، لولاكم انا ما كنتش هبقى هنا خالص بجد. وعايزه اقول كلمه صغيره، سوبر كيدز خطوه في مشوار نجاحك. سوبر كيدز ما بيوعدكش ان انت تكون نمبر 1 في عيون الناس كلها، بس بيوعدك ان انت تكون نمبر 1 في عيون نفسك. واول خطوه للنجاح هي الثقه بالنفس. جمانة السخاوي. افتح بقى يا جماعه عشان الجمله دي انا ما اعرفش اقولها. انا طبعا اتفاجئت بيها. مين بقى اللي قالها لك؟ ماما. بنشكر ماما طبعا. وطبعا جمانة معانا دايما اكيد. ناخد بقى اللي بعده معانا، كنزي. كنزي نعرف بقى المشاهدين اسمك ايه؟ كنزي. عندك كام سنه؟ 7 سنين. 7 سنين. كنزي انت بقى لك كام حلقه معايا؟ 3 حلقات. 3 حلقات. قدمتي فيهم ايه؟ قدمت فيهم السيارات. طب عرفيني انت بتحبي ايه؟ نفسك تطلعي ايه لما تكبري؟ نفسي اطلع دكتوره. تبقي احلى دكتوره ان شاء الله. وموهبتك ايه؟ موهبتي السيارات. صح كده. عاوزه تقولي كلمه لماما او بابا؟ هتقولي لهم ايه؟ يلا قولي لهم بسرعه. احب اشكرهم علشان انا لولاها ما كنتش قاعده هنا في برنامج سوبر كيدز. يا روحي على القمر. قولي لهم بقى ان انا بحبكم قد كده طبعا، قد الدنيا كلها. انا بحب ماما وبابا قد الدنيا كلها. يا سلام على القمر. ناخد معانا مين؟ يعني انا قلقانه يا جماعه. عمرو. قولي بقى عمرو، اسمك عمرو ايه؟ يا سلام. اخويا عندك كام سنه؟ عندي 5. 5. عمرو انت بتحب ماما وبابا قد ايه؟ عندي كوفيه.
قاعد الكوفيه. عمرو قولي انت بتحب ماما وبابا قد ايه؟ قد الدنيا. طب يلا قولهم بقى في الكاميرا، بحبك يا ماما. بحبك يا ماما قد ايه؟ قد الدنيا. يا سلام على القمر. عايز تقول حاجه تاني؟ اتفضل. عايز ايه؟ عايز الشيشه. هتعمل ستيشن؟ احنا عملنا ستيشن خلاص وهنعرضه كمان. ماشي يا عم؟ ماشي. شكرا. ندي المايك لكارما. كارما ارفعي بس السلك بتاع المايك. كارما قولي لي اسمك ايه وعندك كام سنه؟ اسمي كارما مصطفى. لا صوت عالي وبص للكاميرا. سيد. كام سنه؟ 5. قولي لي يا كارما انت نفسك تطلعي ايه لما تكبري؟ مذيعه. يا سلام مذيعه. طيب قولي لي بقى انت قدمتي ايه في البرنامج، فاكره ولا مش فاكره؟ انت قدمتي اكتر من حلقه يعني صح كده؟ وانت نفسك قلتي اطلع لما اكبر مذيعه، وهوايتك ايه؟ بتحبي تمثلي صح؟ انت ممثله كمان. طيب عاوزين نوجه كلمه لماما ونقول لها ايه؟ بحبك يا ماما. وبابا؟ بحب. اخواتي قوليهم بقى وانا هقعد اقول لك. بحبهم جدا. عايزه تقولي حاجه تاني؟ اكيد. طيب ندي بقى المايك لايه؟ شذا. شذا يا جماعه مش صغيره على فكره. عرفينا قبل نفسك. انا شذا يسري، عندي 11 سنه. عندك 11 سنه؟ طبعا عاملين شغل مش قادره اقول لك يعني. قولي لي يا شذا انت موهبتك ايه؟ انا بغني وبمثل وبقول شعر، بس اكتر حاجه بحب اعملها ان انا امثل يعني. متعدده المواهب التانية اللي معايا. بتحبي تمثلي. طيب عرفيني انت قدمتي كام حلقه في سوبر كيدز؟ انا قدمت 5 حلقات. 5 حلقات في سوبر كيدز. فاكره قدمتي ايه؟ غنيتي كنت بغني وبتمثلي. غنيت وكنت لابسه فستان علم مصر، وعملت مشهد تمثيلي مع اخويا محمد برضو. مستهجل ده محمد. عرفيني انت نفسك بقى تطلعي ايه لما تكبري؟ دكتوره بيطريه عشان بحب الحيوانات جدا. ايه ده؟ اول مره حد يقول لي كده. بعشقهم بجد. بتربي حيوانات وكده؟ بربي قطط. قطط؟ بحب القطط. ان شاء الله تطلعي اكبر دكتوره. وموهبتك اللي نفسك لما تكبري تكبر معاكي ايه؟ ممثله يعني ان شاء الله نشوفك احلى ممثله. لو حابه توجهي اي كلمه. انا بقى عايزه اشكر ماما، اقول لها طبعا شكرا ليكي، لان ماما عملت كل حاجه وبتعمل كل حاجه عشان تبقى عايزانا احسن ناس، ولولا انا ما كنتش قاعده هنا اصلا، ولا كنت في البرنامج، ولا بقيت الناس تعوزني وكده. بقول لها شكرا، ربنا يخليكي يا رب. ربنا يخليها لك انت ومحمد. بشكركم جدا. اي حد فيكم عاوز يوجه اي كلمه اخيره؟ عايزه جمالة كنزي. بشكركم جدا. انا عايزه اقول حاجه، ان انا مبسوطه جدا ان انا معاكي طبعا في البرنامج. انا مبسوطه والله ان انتوا معايا. بشكركم جدا جدا. ان شاء الله طبعا حلقاتنا ونرجع بمواهبنا تاني ونكسر الدنيا. مشاهدينا خلصت فقرتنا، ونرجع لكم بالفقره الاخيره من اطفال سوبر كيدز. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ولسه مكملين في اخر فقره معانا مع فرعنه سوبر كيدز صح ولا ايه؟ ومعانا الصغنطه ده اسمك ايه؟ يامن. يامن اخو ياسين وحسين صح كده؟ طيب نبدا مع ياسين. مع حسين سوري. حسين طبعا عرف نفسك للاول مره بيشوفوك، عرفهم بقى انت اسمك ايه وعندك كام سنه وبتحب ايه. اتفضل. اسمي حسين احمد حسين، وعندي 9 سنين. بحب الكونغ فو، وبحب التمثيل، وبلعب. خلينا وبحب بقى الاول السباحه. بصي خلينا الاول في موهبتك ايه، نخلي الرياضه كده ثواني هرجع لها. موهبتك ايه؟ بتمثل. بمثل، بطلع مذيع ورياضي. طيب خلصنا بقى بتمثل وبتطلع مذيع. انا مش عارفه انت معايا بقالك كام حلقه؟ هو انا بقالي سنه. انت بقالك كتير. المهم طيب احنا انت قلت لي موهبتك التمثيل والاذاعه، وانت قدمت ده معايا كتير. طيب قولي بقى الرياضه، انت بطل في ايه؟ واخد بطوله الجمهوريه في الجمباز 2، واخد ستارز في السباحه، واخد بطوله القاهره في الكونغ فو. برافو. يعني الرياضي بتلعب 3 رياضات صح؟ وبلعب خماسي كمان. طيب انت عارف بقى ازاي توفق وقتك بقى ما بين معلش يا جماعه، ما بين الدراسه والرياضه والبرنامج؟ طبعا البرنامج اللي بيشغلكم عن حاجات كتير، بس طبعا ما عدا الدراسه صح ولا ايه؟ صح. طيب قولي بقى بتظبط وقتك ازاي، او مين بيظبط لك وقتك؟ هو انا
اول ما برجع المدرسه بروح اذاكر على طول عشان خاطر يبقى عندي وقت لو جالي اي حاجه ابقى فاضي ما عنديش حاجه. واهم حاجه نكون مميزين في دراستنا صح كده. طيب انت قلت لي بقى انت بطل طبعا بطل جمهوريه بتلعب رياضه اكتر من نوع رياضه 4 رياضات عندك موهبه شاطر في دراستك صح كده. عاوزين بقى توجه طبعا انت عندك 9 سنين يعني مش صغير. نوجه بقى كلمه تعالى يا يمين اقول لك نوجه بقى كلمه للي في سننا تمام ازاي يهتموا بدراستهم مع الرياضه مع موهبتهم مع كل حاجه نعرفهم بقى احنا بنعمل ايه. بقول لهم ينظموا وقتهم ويسيبوا وقت للدراسه ووقت للعب عشان خاطر لما يجي لهم تصوير او اي حاجه يبقى عندهم وقت فاضي. انت بتصلي؟ اه. اول حاجه الصلاه صح كده؟ صح؟ اه. بعدين بننظم وقتنا ونذاكر وبعد كده نعمل اللي احنا عاوزينه صح كده؟ طيب اتفضل كمل كلامك انا قطعتك. اتفضل. لما يخلصوا مذاكره لما يجي لهم حاجه مش هيبقى عندهم دراسه ما يكونش عندهم مخلصين مذاكرتهم او في الاجازه صح كده؟ ما يبقاش عندهم مذاكره. طيب طبعا المايك معاك والكاميرا معاك اي كلمه عايز توجهها لاي حد ماما بابا اي حد اتفضل. بقول ماما وبابا شكرا اللي هم عشان خاطر وقفوا جنبي وخلوني اطلع في البرنامج وطلعت في المهرجان وطلعت في مهرجان اوسكار ايجيبت وطلعت في مهرجانات وحاجات كتير طبعا والرياضه والدراسه وكل حاجه. اقول لهم ان انت بتحبهم قوي عشان هنطلع فاصل. وبحب ماما وبابا قوي. استنى بقى هنطلع بقى فاصل وارجع لك تاني مشاهدينا هنطلع الفاصل وهنرجع لكم تاني بعد شويه. استنونا. الصحة والجمال HBC. قناة الصحة والجمال رسالتنا الصحة والجمال أعظم نعمتان على الإنسان والصحة مفتاح الجمال والجمال رمز الصحة. وقناة الصحة والجمال قناة متخصصة تقدم الحياة من منظور الصحة ومنظور الجمال معا فهي تعنى بالصحة والجمال بشكل تثقيفي وتعليمي وترفيهي وبأسلوب علمي مشوق فهي تقدم الوقاية والعلاج والتعريف بالأمراض والتعامل معها وهي تسعى لتوفير المعرفة والخدمات للمرضى والأصحاء وهي تخدم جميع طوائف الجمهور وتأخذ بأيديهم إلى حياة مليئة. الصحة والجمال HBC. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل ومعانا طبعا احنا رجعنا احنا سيبنا حسين ورجعنا بقى لمحمد. محمد طبعا عرف الجمهور بنفسك. محمد يسري حسين عندي 7 سنين. بالراحه محمد يسري عندك 7 سنين. قول لي يا محمد انت موهبتك ايه؟ التمثيل والغنى. تمثيل انت اخو شذا احنا بنعرف اللي ما يعرفوش. طيب قول لي بقى انت معايا زي شذا 5 حلقات صح كده؟ طيب اذا اتعلمت فيهم ايه؟ اتعلمت حاجه ولا هيقول لي لا؟ اتعلمت ايه؟ ها نسيت كل حاجه. نسيت كل حاجه انا مش عارفه مالك النهارده. طيب يا محمد قول لي انت بتلعب رياضه ولا لا؟ بتلعب ايه؟ كره قدم وكره يد. معاك بطولات؟ لا ولا لسه؟ لا لسه. بقى لك قد ايه؟ مش عارف 5 شهور او 4. 5 شهور او 4. طيب عاوزين نوجه كلمه لماما زي شذا كده ما وجهت لنا كلمه حلوه قوي لماما. ياسين نسيبه بقى يلا نبص للكاميرا ونوجه لماما كلمه. يعني انا بحب ماما عشان هي وقفت جنبي وخلتني ابقى في كل البرامج معاكي ومبسوط برضه عشان اتعرفت عليكي. وايه تاني؟ وعشان برضه دخلتني رياضه. ارفع المايك. نشكر ماما طبعا ونقول ان انت بتحبها قوي. انا بحبك قوي يا ماما. عاوز تقول اي حاجه تاني؟ عاوز تقول اي حاجه تاني؟ لا شكرا. انت عاوز تسيب المايك باي شكل؟ ايتن. ممكن ايتن تاخد المايك؟ انت يعني مش هقول لك مساء الخير صباح الخير عشان انت شكلك صاحيه من النوم وجايه متاخره.
قولي لي يا ايتن، انت عندك كام سنه الاول؟ 7 سنين. 7 سنين. ايتن موهبتك ايه؟ الجمباز والباليه. جمباز والباليه، ومعانا بطولات طبعا، قدمتي معايا حلقات كتير كتير بجمل كتير في الجمباز، كنت هايله. عاوزاكي تقولي، تنصحي صحابك اللي في سنك يعملوا ايه؟ يصلوا، يذاكروا. قولي اللي انت بتعمليه. في المدرسة. لا نعلي صوتنا ونقرب المايك. يبقوا شاطرين في المدرسة، يعني حاجات كتير. طيب عاوزاكي توجهي كلمة لماما. ماما وبابا طبعا. ماما هي اللي انا بحبها جدا، صوت اعلى. هي اللي قدمت لي في الحال معاكي. علي صوتك. هي اللي قدمت لي معاكي ودايما بتدعمك طبعا، ده انا شايفاه. اه انتي لابسه كده ليه بقى؟ اها انا بحاول افوقك شويه. لابسه كده، عارفه انتي رايحه فين اصلا بعد كده ولا لا؟ رايحه تصوير. رايحه بس كده. طيب عاوزه توجهي اي كلمه لاصحابك، لماما لبابا لاي حد خالص؟ مش هتقولي لهم ان انتي بتحبيهم قوي ولا لا؟ اي حاجه. لا بحبهم جدا طبعا. طيب بشكرك يا ايتن. ممكن بقى الاستاذ ياسين، اتفضل عرفنا بنفسك، اسمك وعندك كام سنة؟ اسمي ياسين احمد حسين وعندي 6 سنين. وقولي بقى موهبتك ايه وبتحب تعمل ايه؟ بحب اعمل ها هقول بحب اعمل تمثل ولا تغني؟ بحب امثل واغني والعب سباحه وكونج فو وجري. خمس حاجات يا جماعه، انتوا بتضحكوا على ايه؟ بتضحكوا على ايه؟ راجل بطل، ده بطل. بصلي هنا، بصلي هنا يا ياسين، قولي بقى انت زي حسين بتصلي ولا لا؟ بصلي طول اليوم. بتصلي كل الصلوات وبنذاكر؟ بذاكر و ارفع المايك. وبعدين بعد ما بتذاكر بتعمل ايه؟ تلعب؟ بلعب. طيب قولي يا ياسين، تحب توجه ايه لماما وبابا؟ تقول لهم ايه؟ بقول لهم ان انا بحبهم قوي. وايه تاني؟ وكمان اول لما بقول لبابا حاجات حلوة بيفرح طبعا، لازم يفرح بيكو لان انتوا ابطال وكلنا طبعا، يعني انا بفخر بيكو في اي مكان. عاوز تقول حاجة تانية يا ياسين؟ طيب ممكن ندي المايك لجاسر. جاسر ارفع المايك، قولي اسمك ايه؟ جاسر سمير. عندك كام سنة يا جاسر؟ 7. 7 سنين. قولي يا جاسر انت موهبتك ايه او بتحب ايه؟ التمثيل. بتحب التمثيل. بتحب مين الممثلين؟ انتي. رشا. رشا؟ انا كل انا مش بمثل، كله. انا مذيع صح؟ انا كمان بحبك بس انا مش بمثل صح كده؟ انت نفسك لما تكبر تبقى ايه؟ ممثل. وايه تاني؟ تبقى ممثل. دي هوايتك، نفسك بقى تدرس ايه؟ تطلع دكتور، تطلع ضابط، تطلع طيار، تطلع مهندس. ضابط ان شاء الله، هنشوفك احلى ضابط في الدنيا. قولي يا جسر انت عارف انت رايح فين بعد ما نخلص؟ عندنا طبعا تصوير، طبعا احنا بنقول عندنا تصوير. خلي حسين هو اللي يقول في الاخر، اجهز. طيب يا جاسر قولي، عاوز مين اللي بيساعدك الاول؟ مين اللي بيساعدك وانت بتجهز المشاهد بتاعتك وانت بتذاكر وانت بتعمل كل حاجه؟ ماما طبعا. ماما. طيب نوجه لماما كلمه وبابا كمان. انا بقول لهم اللي انا بحبهم قوي ووقفوا معايا عشان اخش التمثيل. عشان وقفوا معاك في كل حاجه، مش وقفوا معاك في التمثيل كله. عاوز تقول حاجه تاني؟ لا. طيب يا جاسر ممكن بقى ندي المايك للاستاذ حسين بما انه الكبير اللي فينا، يكلمنا ويقول لنا هو هيعمل ايه بعد البرنامج بعد ما نخلص. هروح التصوير. تصوير ايه؟ تصوير. واضح ان انت ايوه كده شاطر. وعملنا تصوير ايه الاسبوع اللي فات؟ تصوير في الاهرامات. وفين تاني؟ وتبه. وفي تبه كان الفوتو سيشن معروض بتاع محمد رمضان. اه طيب حد فيكم عاوز يوجه اي كلمة اخيرة؟ لا. لا. ايتن؟ محمد؟ لا. ولا اي حد فيكم؟ لا. طيب بشكركم جدا جدا،
وطبعا احنا لسه مكملين مع بعض ورايحين تصوير. بشكركم قوي وان شاء الله اشوفكم قدام دايما، وطبعا حلقاتنا اللي جايه كتير ونقدم مواهبنا براحتنا. شكرا ليكم مشاهدينا، كده خلصت حلقتنا النهارده، وانتظرونا في حلقه جديده من برنامج سوبر كيدز.